بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدار. وأسألك يا الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سيدي وأسألك وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي
Yeah.